السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، ورحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أشرح من خلاله الطريقة التطبيقية للعمل على الموقع الذي سبق لي أن قمت بشرحه على القناة الأسبوع الماضي، وهو موقع حصري للربح من الكوبونات. طبعا العديد من الإخوة بدأوا في العمل على الموقع، لكن هناك من واجهت مشاكل خصوصا في رفع الكوبونات، لذلك أحببت أن أقوم بهذا الشرح وأشرح لكم كيفية إدخال الأكواد منذ البداية حتى يتم قبولها من الموقع. لكن قبل ذلك أود في البداية أن أخبركم على أنني قمت قبل قليل بإنشاء مجموعة خاصة بالمتابعين الأوفياء للقناة على الفيسبوك، فالمجموعة متاحة لكل من يرغب في طرح أسئلته بطبيعة الحال فيما يخص الموقع الذي سأشرحه اليوم، أو كذلك أي موقع أقدمه على القناة، وكذلك يمكنك تقديم اقتراحاتك والتفاعل مع باقي الأعضاء. الرابط الخاص بالمجموعة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. إذن على بركة الله أبدأ بشرح كيفية إدخال الكوبونات بالطريقة الصحيحة وبالتطبيق الآن أمامك، لكي لا تواجهك أي مشاكل بعد اليوم بإذن الله. وطبعا لمن لم يشاهد الشرح الكامل لطرق الربح من هذا الموقع، يمكنك متابعة هذا الفيديو الذي سوف تجد أيضا رابطه أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. إذن كما قلت في الفيديو السابق، هناك ثلاث طرق للربح من هذا الموقع. الطريقة الأولى كما هو موجود هنا إضافة الكوبونات. هناك الطريقة الثانية وهي تجريب الكوبونات التي يتم إضافتها من أشخاص آخرين، وهناك الطريقة الثالثة وهي إعطاء رأيك في المواقع التي تقوم بالشراء من خلالها. طبعا اليوم سأخصص الفيديو لكي لا يكون طويل للطريقة الأولى، وهي كيفية إضافة الكوبونات بالطريقة الصحيحة وبالتطبيق. طبعا سوف أختار كوبون الآن وأطبق العملية أمامك الآن بطبيعة الحال. لكن قبل ذلك هناك أمرين مهمين للغاية لا بد أن تنتبه لهما قبل أن تفكر في إضافة أي كوبون في هذا الموقع. الأمر الأول كنت قد أشرت إليه في الفيديو السابق، وهو الدخول هنا إلى البروفايل الخاص بك، ثم تتأكد على أن هذا الخيار مفعل. فإن لم يكن مفعل فحتى ولو تقوم بإضافة الكوبونات لن يتم الدفع لك. هذا الخيار مهم جدا لكي يتم الدفع بطبيعة الحال للشخص الذي يقوم برفع الكوبونات. هذا فيما يخص الأمر الأول. الأمر الثاني والمهم كذلك، وهو أنه قبل أن تقوم بإدخال الكوبون الخاص بأي متجر إلكتروني، يجب أن تأتي لهذا المربع وتبحث عن اسم المتجر الإلكتروني. فلنفترض أنك تتوفر على كوبون خاص بجيربست، فقم بكتابة جيربست هنا، وستلاحظ أنه موجود الآن 37 كود تخفيضي لهذا المتجر. ففي حالة وجدت أكثر من 50 هنا، فحتى ولو تضيف الكود التخفيضي لن يتم الدفع لك، وبالتالي يجب أن تنتبه لهذا الأمر. فإذا وجدت مثلا في هذه الحالة 37 يمكنك إضافة الكوبونات بدون مشاكل. إذا نمر الآن إلى التطبيق بطبيعة الحال لكيفية إدخال الكوبون من الصفر إلى أن يتم قبوله بإذن الله. وكما تشاهد معي هذه الصفحة الخاصة بإدخال الكوبونات على هذا الموقع. طبعا الآن تأتي مرحلة البحث عن الكوبون المناسب والذي يشتغل لكي تقوم بإدخاله على الموقع. هناك موقع اقترحه علي أحد المتابعين الأوفياء للقناة. هذا الموقع يقدم عدد مهم من الكوبونات الخاصة بموقع جيربس. مثلا نفترض أنك وجدت كوبون خاص بهذا المنتج على سبيل المثال، فأول شيء تقوم به هو أن تنسخ هذا الكوبون وتذهب إلى الموقع في هذا الخيار، تقوم بوضعه هنا، ومن ثم تضغط على البحث بهذا الشكل. فإن وجدت على أن الكوبون موجود من قبل، طبعا تذهب للبحث عن كوبون آخر، وفي هذه الحالة طبعا الكوبون غير متواجد ويمكنك أن تقترحه علينا. يعني كما تشاهد الآن تأتي المرحلة الثانية وهي ملء المعلومات المطلوبة هنا. هنا طبعا تحدد على أنه كود تخفيضي كما تشاهد معي الآن. في الخيار الثاني تحدد هل هو تخفيض بالأورو أو في المئة، أو كذلك إرسال مجاني لمنتج معين أو هدية إلى غير ذلك.
فلكي تعرف هذه المعلومة تعود لصفحة الكوبون، وهنا ستجد على أنه تخفيض 12%، وبالتالي تختار هنا أنه تخفيض في 100% كما ستشاهد معي الآن. بعد ذلك تنتظر قليلا لحين أن يحولك للمرحلة الثانية بطبيعة الحال. بعدها هنا تقوم باختيار المتجر الإلكتروني طبعا الذي سوف يعمل عليه هذا الكوبون. في حالتنا هنا موقع جيربست كما ستشاهد الآن. بعدها تقوم بالوضع هنا الكوبون الخاص بك طبعا الذي قمت بنسخه من هنا كما تشاهد. في المرحلة الموالية سوف يطلبون منك طبعا الرابط الذي سوف يشتغل عليه هذا الكوبون، ولكي تحصل عليه تدخل مرة أخرى للعرض وتدخل لرابط المنتج الذي يتوافق معه هذا الكوبون بطبيعة الحال، ثم تقوم بنسخ الرابط تذهب به مباشرة إلى مكانه هنا. لكن يجب عليك لكي يتم قبول هذا الرابط بإزالة هذه العبارة الموجودة هنا، يعني من علامة استفهام إلى الآخر يجب إزالتها، لأنهم يكتشفون على أن هذا الرابط هو تسويقي، يعني الهدف منه هو أن أي شخص يشتري من الرابط بطبيعة الحال سوف تحصل على عمولة. يعني إذا ما تركت الرابط كما هو لن يتم قبوله. يجب عليك إزالة هذه العبارة الموجودة هنا حتى علامة الاستفهام، يعني يبقى فقط الـ HTML هنا كما ستشاهد معي الآن. تأكد من هذا الأمر، لأنه حتى ولو تقوم بإدخال الكوبون لن يتم قبوله. فالكثير من الإخوة يعني قاموا بإدخال كوبونات لكن لا يعلمون لماذا يتم رفضها، فهذا من الأسباب الذي قد يعني يرفضون بسببه الكوبون. هنا طبعا تقوم بإدخال التاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الكوبون، يعني ربما هنا سينتهي في 30 من شهر 4. إذن ستحدد لهم ذلك هنا 30 شهر 4. إذن ممتاز. في حالة إن لم تجد يعني التاريخ هنا يمكنك أن تضع هذا الخيار، يعني فقط تحدد لهم هذا الخيار ويعني لن يحكروا عليك أو معك فيما يخص يعني تاريخ انتهاء العقد. في الخطوة الموالية تحدد لهم نسبة التخفيض، طبعا هي في هذه الحالة 12%، تضع هنا 12 بهذا الشكل، لا تضع رمز في المئة هكذا، فقط اترك 12، ستظهر تلقائيا هنا او سيظهر الرمز تلقائيا كما ستشاهد هنا. هنا تضع لهم اسم المنتج بطبيعة الحال سوف تأخذه من جيربست. قبل ذلك سوف اضع المنتج في السلة هكذا، لانه مهم جدا انك تقوم بتجريب الكوبون. انا فقط اقوم بادخاله لكي اريكم طريقة ادخال الكوبون على الموقع، لكن قبل ان تقوم بادخاله طبعا يجب ان تقوم بتجريبه على المنتج. وهناك أمر مهم كذلك، يجب عليك أن تقوم بإرجاع الموقع هكذا إلى الفرنسية قبل أن تقوم بأخذ صورة لهذه العبارة الموجودة هنا. طبعا تقوم بأخذ الاسم الخاص بالمنتج هكذا، عفوا سوف أقوم بأخذ الاسم بهذا الشكل، وطبعا تقوم بإدخاله هنا في هذا الإطار. بعد ذلك تقوم بإدخال هنا يعني الحد الأدنى لطلب المنتج. هناك بعض الكوبونات التي تشتغل فقط بعد تجاوزك $100 من المشتريات أو $60 $70. في هذه الحالة لا يوجد هذا الخيار، وبالتالي تتركه فارغ. بالنسبة للمعلومات الموالية يمكنك أن تقوم بتحديدها، مثلا هل هو صالح مع التخفيضات أو غير صالح، فإن كان كذلك يمكنك إضافة الخيارات. إن لم يكن أو لست متأكد من ذلك فأترك الأمور كما هي، فليست مهمة. مثلا غير متوافق مع يعني التخفيضات تضعها بهذا الشكل أو تتركها، يعني ليست مهمة. وأذكر أن هذه الخيارات ليست بمهمة، إن كانت لديك إجابة مؤكدة فقم بإضافتها، إن لم تكن فاتركها كما هي. بالنسبة للخيارات الموالية
هنا كذلك إن كان العرض خاص فقط بالناس الذين يشترون لأول مرة، قم بتحديده هنا. إن لم يكن فيمكنك تجاوز كل هذه الخطوات. هناك خطوة أخرى بالنسبة للعرض، هل هو خاص فقط بالهواتف الذكية؟ فإن كان كذلك يجب أن تحدد ذلك، وإن لم يكن فأترك هذه الخانة فارغة بدون مشاكل. نأتي الآن إلى الخيار الأخير وهو الصورة التأكيدية على أن الكوبون يشتغل. فطبعا لكي تقوم بتجربة الكوبون، هناك المكان الخاص بالكوبونات هنا على جيربس، فقط تقوم بنسخ الكوبون هكذا ثم الذهاب إلى الجيربس ووضعه في هذا المكان وتضغط على هذا الخيار. وكما تشاهد الكوبون الآن يشتغل. بعد ذلك تقوم بأخذ صورة كما قلت يعني الموقع بهذا الشكل كما شرحت في الفيديو السابق، ثم تقوم بتحديد هذه الأشياء هكذا، يعني اسم الموقع مهم جدا، كذلك اسم المنتج مع الثمن الأصلي والكوبون هنا مع الثمن الذي يصبح عليه بعد استخدام الكوبون. مهم هذه الأمور لكي يتم قبول هذا الكود التخفيضي. وبعد ذلك تقوم بحفظ الصورة على الحاسوب بهذا الشكل، ثم تقوم بوضعها هكذا وتعود للموقع هنا وترسل لهم الصورة طبعا بهذا الشكل كما ستشاهد معي الآن. وسوف يعني تقوم بإعادة يعني مشاهدة هذه الأمور هل هي صحيحة، ومن ثم تقوم بإرسال يعني هذه المعلومات. سأقوم بذلك الآن أمامك مباشرة كما ستشاهد معي الآن. بطبيعة الحال تنتظر قليلا لحين أن يتم إرسال هذا الكود. كما ستشاهد هنا يقول لك شكرا لقد تم إرسال الكود التخفيضي. ولكي تتبع هذا الكود يمكنك الدخول إلى الإحصائيات الخاصة يعني حسابك كما ستشاهد معي الآن. وهنا ستجد على أنك قمت بإدخال يعني كود تخفيضي اليوم، وكذلك ستجد الثمن الذي سوف يدفعونه لك وهو 0.3 أورو. يعني كل كود تخفيضي واحد ستحصل على 0.3، يعني عندما يتم قبوله، وغالبا سيكون غدا لأنهم لا يشتغلون في هذا الوقت بالتحديد، وبالتالي غدا صباحا سوف يعني يقومون بمراجعة الأكواد التي يتم إضافتها، وسوف يقدمون لي طبعا 0.3 أورو في حسابي على الموقع. والسحب في هذا الموقع بعد 10 أورو، والموقع يرسل لك في نهاية كل شهر، يعني بداية من 25 إلى 30 في الشهر سوف يرسل لك أموالك إذا ما تجاوزت 10 أورو بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا الكوبون سوف أخبركم هل تم قبوله بطبيعة الحال، وسأشارككم صورة طبعا للأرباح الخاصة به عبر المجموعة التي قمت بإنشائها على الفيسبوك. فكما قلت لكل من يريد الانضمام للمجموعة سوف أترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص هذا الشرح. طبعا الأمور الآن واضحة أمامك، فقط إذا كنت تبحث عن أعذار، أما الرأس مال ورأس مال مهم جدا يمكنك أن تكونه انطلاقا من هذه الطريقة الحصرية، والتي أؤكد مرة أخرى أنك لن تجدها في أي مكان. توكل على الله وابدأ العمل، وتفاعل معي بلايكاتك فهي مشجعة بالنسبة إلي لكي أقدم لك دائما الجديد. شكرا على وفاء المتابعة. طبعا أعتذر إن كان الفيديو طويل، لأنه مهم جدا أن أشرح لك خطوة بخطوة لكي لا تجد مشاكل بإذن الله مستقبلا مع هذا الموقع. شكرا على وفاء المتابعة، وأضرب لك موعد في فيديو جديد بإذن الله. إلى اللقاء.